حياتنا الاجتماعية والعملية بنقابل شخصيات عندها أزمات نفسية أو تروماز منذ الطفولة ما تجاوزوهاش أو معرفوش يحلوها، ده بيطلع علينا في التعامل معاهم. وأحيانا كتير الشخصيات دي ما بتبقاش أصلا مدركة وفي وعي إن هي شخصيات مؤذية وسلوكها سام بالنسبة لنا. وفي شخصيات زي الشخصيات النرجسية أصلا مش هتعترف إن هي عندها مشكلة علشان تحلها. المفروض الواجب علينا ان احنا نعمله ان احنا ناخد بالنا ونعرف نصنف ونكون واعيين كويس قوي انه اللي بيحصل ده اذى نفسي وايه نوعه، ونتثقف ويبقى عندنا المعرفة الكافية للتعامل مع هذا الاذى النفسي. ومن الاساليب المؤذية اللي ممكن الشخصيات اللي عندها اضطراب دي بتوصلها للاخرين هي المراوغة والتلاعب المانيبيوليشن. في الفيديو ده هنتكلم عن 14 اسلوب للشخصيات المضطربة بتمارسه على اللي حواليه. تعالوا نحكي الحكاية. أول أسلوب في التلاعب والمراوغة ممكن أي شخصية سامة تمارسه على اللي قدامها هو ما يسمى باللاف بومينج. في بداية المعرفة سواء زميل في عمل، مدير، شخص الواحد يرتبط بيه ويتجوزه، أيا كان، بيعمل شيء اسمه لاف بومينج وهو إيقاع اللي قدامه في الحب بشكل مبالغ فيه في فترة قصيرة جدا. أطباء النفسيين الأجانب بيسموا المرحلة دي ب putting you on a pedestal. اللي هو إيه البيدستول ده؟ هو قاعدة التمثال بتاع الإله الإغريقي اللي بيحطوا عليه التماثيل بتاعة الآلهة الإغريقيين. ازاي؟ انه انا بحط الشخص في مكانة الاله، انا بألهه سواء بالقول او بالفعل. لو مثلا مدير جالك جديد في الشغل فيبتدي يسمعك كلام انه قد ايه انت عبقري، ده ما شافش حد زيك في الشركة، ده انت فظيع، واحد معجب بيكي، يا سلام ده انتي جميلة، ده انتي لفتي نظري، ده انتي وقعتيني في غرامك في وقت قصير جدا، واحدة شافتك ده انت ساحر وجذاب وما الى ذلك. بيبتدوا كلام مبالغ فيه، حتى لو حد طبيعي يعني واثق من نفسه هيحس انه ايه ده، في ايه يعني في وقت قصير قوي انت بتسمع كلام لسه ما فيش خبرة وتعامل وعشرة تخلي اللي قدامك فعلا يمدحك هذا المديح. فبالقول الاول، بالفعل بقى احنا بنعمل حاجات غريبة، يعني ممكن حد يجي لك مسافات، مشاوير طويلة، سفر، ممكن يجيب لك هدايا غالية جدا، ساعة غالية قوي، ممكن يعمل لك مصلحة. وبرضو يعني الغرابة في او قياسك لهذا السلوك انه ده تعرف انه ده لاف بومينج، انه العلاقة ما هيش قوية والفترة ما هيش طويلة وما فيش عشرة تستدعي. في ناس بتعتقد انه في بني ادمين تانية عندهم حتة جنوين كده، في كرم اخلاق، في انه هو يقول لك كلام حلو، بيكون لها حدود. يعني انا ممكن اراهن هنا على ذكاء الفطري بقى عند الشخص انه هو يبتدي يحس بانه في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش مريحة، في اوفر، في حاجة اوفر بتحصل. ولما الشخصيات النرجسية تعمل لاف بومينج بالهدايا مش هتعرف قوي تقرأ الموقف، لانه الشخصيات النرجسية بطبيعتها شخصيات بخيلة في العاطفة وفي المادة. هما بس بيصرفوا على حاجة واحدة على مظهرهم، ان هو يبقى لابس احدث حاجة، احدث براندات، اغلى موبايل، اغلى عربية. الحاجات دي كلها بتفيده في مظهره الخارجي علشان الناس تعجب بيه من بره وتنبهر بيه ان هو حد من طبقة اجتماعية معينة او محقق نجاح رهيب في شغله او. فهو ما بيقدمش حاجة كهدية غير لما بيكون عايز لها مقابل. الكاتب رالف دوبيلي في كتابه The Art of Thinking Clearly قال لك ما تقبلش بالمشروبات المجانية. وقبل رالف دوبيلي الحقيقة مامتي قالت لي نفس الفكر، ما تقبليش بالهدية اللي مش هتعرفي ترديها، او ما تقبليش بالهدية من الاصل. لانه الشخص لما بيعمل اللاف بومينج وبيقدم هدايا او بيقول كلام اوفر او بيعمل افعال مبالغ فيها، هو ده كل ده بيرمي شباكه كادوات علشان يستغل او يصطاد بيها الضحية بتاعته. فمن هنا الموضوع ده بيكون مقلق الى حد كبير. فطالما مش هتعرف ترد المصلحة او تتنازل او تقابل الهدية دي بهدية زيها من اولها كده، زي ما دوبالي ما قال، ما تقبلش بالمشروبات المجانية. تكوين المشاعر تجاه البني ادمين بشكل عام محتاج وقت، محتاج مواقف، اللي هي فترة العشرة. الشخصية النرجسية غير قادرة على تكوين ده لان ما عندهاش مشاعر في مخ، مفيش حتة المشاعر دي اصلا، والتعاطف والهات وخد، موضوع العطاء مش موجود عند الشخصية النرجسية اصلا. فمش هينفع ان هي تكون العشرة، فبتبتدي تلجأ للماديات علشان تصطاد الفريسة بتاعتها وتسيطر عليها سيطرة
كاملة. وبينجح تكنيك اللوف بومينج ده لانه مين مننا مش عايز يسمع كلام حلو؟ مين مننا مش عايز اهتمام؟ مين مننا مش عايز حد يبقى مستوعب تفاصيله واخد باله من الثغرات؟ بيدخلي من ثغراتي اللقطة دي. هو شخصية نرجسية جامدة قوي في ان هي بتلاحظ مداخل اللي قدامها، بتعرف تدخله ازاي ومنين. التكنيك التاني هو الديفاليوينج، الانقاص من قيمة الشخص اللي قدامي، وبرضو بتعملها الشخصية النرجسية على طول بعد اللوف بومينج. احنا قلنا الشخصية النرجسية مش بتقدر تدي مشاعر وعاطفة، فبتعمل الافوارة دي، افوارة المشاعر. احنا بنبعت بوكيهات ورد وساعات غالية وبرفانات وبنعمل مصالح وبنخدم البني ادمين، فبتخلي عند الفريسة شيء من الادمان. انا بقيت متعودة على النوع من الاهتمام ده، انا بقيت متعودة على الحب الرهيب ده. وبرده ده ممكن يحصل في الشغل، انا مش بنتكلم بس على ارتباط وحاجات لذيذة، لا ده في الشغل ممكن مدير مع مدير وزميل مع زميل وناس من مصالح مختلفة يعملوا كده مع بعض. فبيبتدي الشخص يتعود على النوع من المعاملة المعينة دي او الاهتمام ده. بنبتدي بعد كده ندخل على مرحلة الانقاص بقى من قيمة اللي قدامي. انت فاكر نفسك كده؟ انت شايفة نفسك حلوة؟ ايه فاكرة نفسك مايا دياب؟ انت فاكر نفسك يعني جامد قوي؟ انت فاكر نفسك اشطر واحد؟ انت فابتدي اهدم في اللي قدامي. انت فاكر نفسك شاطر في شغلانتك دي، كرييتيف، بتعمل محقق نجاح؟ انت فاكر نفسك بطل في الرياضة المعينة؟ ايه لازمة اللي بتعمله ده؟ يعني لما تخلص ماجستير هتستفاد ايه؟ هتشتغل ايه؟ هيزودوك كام في شغلك يعني؟ وما الى ذلك. ببتدي اهدم وخبط في اللي قدامي، علشان مش بس بهدم ثقته اللي موجودة او مش موجودة، لا انا كمان بعمل له قلبة في مخه ان هو بعد ما كنت حطاه على البيدستل زي ما قلنا مكانة الالهة، لا ده انا بجيبه دلوقتي تحت رجلي في ان انا بدمره بسحقه. فبيحصل هنا برين فريز، الشخص بيهنج مني. هو ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه ده كله علشان المعاملة تتغير؟ انا ما استاهلش كده، انا. فالشخص بيحس من هنا ان هو مش كفاية او ان هو عمل غلطة، وبيبتدي يشعر بالذنب، فبيبتدي يجري ورا اللي قدامه علشان يرضيه. ومن هنا يبتدي يبقى يعني فورمالي كده الضحية. تالت تكنيك هو اسمه الجاز لايتنج، وهو الوهم ان انا اوهمك. الكلمة او المصطلح اتسجل سنة 38، ده كان اسم مسرحية الكاتب اسمه باتريك هاملتون باسم جاز لايتنج، وبعدين سنة 44 اتعملت فيلم. وكانت الفكرة بتاعتها بتحكي عن قاتل بيحاول ان هو ينفي التهمة عن نفسه عن طريق ان هو بيجنن مراته، بيحاول يغير مكان مجوهراتها وبعدين يشككها في ان هي حطت المجوهرات دي فين، نقلتها، لا هي اللي سرقت، بيشتغلها عن طريق لمبة جاز عمالة تنور وتطفي وتعمل خيالات وحاجات كده. فكرة الجاز لايتنج عامة ان انا بشكك اللي قدامي في قدراته بقى. ايه ده؟ انت نسيت؟ انت ما حطيتش ده هنا، انت حطيته هناك. انت قلت لي استناك في الحته الفلانيه، ده انا استنيتك 3 ساعات. لا انت ما بقتش تركز، انت بقيت تنسى، انت محتاج تروح لدكتور. ببتدي اجنن اللي قدامي. انا في ناس سمعت عنهم يعني حبايبي بيعملوا مجهود رهيب، شخصيات سامه يعني لناس صحابي، كان ممكن الشخص يدي لصاحبتي حاجة وبعدين ياخدها وبعدين يروح يسألها على الحاجة دي علشان يثبت ان هي شخص مش بيركز ونساي وفاقد الذاكرة، فبعد كده يبتدي يعكس ده في مواقف تانية انه زي ما اديتك الحاجة الفلانية ما انت بقيتي تنسي. بيعملوا مجهود رهيب علشان بس يشككوا الشخص في قدراته، وان هو نسي مواعيد، نسي ورق، نسي ملفات، نسي ميتينجز، لأ ده سامع اصوات غلط، المكان الحاجه دي ما كانتش في مكانها. الجاز لايتنج بيوصل لمرحله من الوهم ان هو يجنن اللي قدامه بس، علشان بعد كده لما يجي يحط من قدرك يبتدي خلاص هو ثقتك بنفسك نزلت واتهزت، انا هبتدي كمان بقى اشككك في الواقع. انت في حاجة في مخك، انت مش سليم، انت محتاج تروح لدكتور، يا حرام انت ما بقيتش تنام كويس، لا احنا بقى نشوف حل في الموضوع ده، يا حرام. فانت تبتدي تتدمر نفسيا. رقم 4 النكت والهزار. دي انا شخصيا بركز فيهم قوي، يعني ما بعديش قدامي حد بيهزر صدفة كده، يعني ممكن يكون دلوقتي قلت السر من اسراري بس يلا مش مهم بقى، نصيحة بقدمها.
بركز جدا 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 في الشخص اللي بيهزر قدامي، لانه الهزار بيقع منه وقعات كده بتكشف اللي قدامي هو عايز يقول ايه او ايه اللي في نفسه. في ناس نفوسها ضعيفة كده، تبقى عيني عايزه تقول حاجه جدا هي مش عارفه تقولها بشكل مباشر، علشان ممكن تتقابل بصدام او يعني مواجهه ممكن تحصل، فيبتدوا يحطوها في قالب هزار. وموضوع الهزار والنكت ده بقى ما بنعديهوش ليه، لانه هو بيبقى كومبو الديفاليوينج، انه الشخص بيحط من قدرك، ورقم اتنين جاز لايتنج، فهما اتنين في واحد. بمعنى ايه؟ انه الشخص ممكن يبتدي يتحكم ويسخر من شكلك، وزنك، مكان انت عايش فيه، حاجة بتحبها، هواية، لونك، ديانتك، عرقك، ايا كان، ممارسة العنصرية والطائفية في الهزار، يحط من قدرك. وبعدين انت لما تيجي تستنكر الكلمة اللي اتقالت دي فتعبر يعني، او تقول انه الكلمة دي ده مش هزار، ده هزار بايخ، فيبتدي يقولك ايه ده، انت زعلت، انت حساس قوي، ده جاز لايتنج، انا بوهمك، انه مش انا اللي وقح، لا انت اللي حساس، انت اللي عندك مشكله، لا 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 روح حلها، حل مشكلتك، انت حساس قوي كده ليه، انا ما اقصدش يعني كلمه كده، بس انت لا، الواحد هيبتدي يفكر بقى قبل ما يتكلم ويهزر معاك، انا ما كنتش عارف ان انت حساس قوي ورهيف كده، والله عادي، ده انا بهزر مع فلان وعلان وبياخده كلامي هزار، مش بياخدوه جد بالطريقه دي. فالنكت والهزار دي لوحدها حوار مش بنعديها، او مش بنهاهاها مع الشخص، لا احنا بنقف وبنحلل هو عايز يقول ايه. وفي ناس بنعمل معاهم وقفات، وفي ناس ممكن تصل الى مرحلة الباريرز، انا بسات باريرز، بعمل حدود، علشان بتكون الشخصية السامة دي بتنال منك عن طريق الهزار والنكت بتاعته دي. خامس تاكتيك هي الترانجليشن. ترانجليشن جاي من ترانجل اللي هو المثلث، اللي هو انا بحط حد تالت في العلاقة. طبعا الاسطورة بدأت في يعني لناس كتيرة قوي في فكرة ابن خالتك جاب درجات احسن منك، يعني دي بداية الاسطورة، لكن بعد كده هي بتتحط عامة في مقارنات مختلفة. بمعنى انه مدير مثلا يحطك في مقارنة مع زميل، حد من قسم تاني، خطيبتك تحطك في مقارنة مع صاحبك او جوز صاحبتها، نفس الشيء خطيبك يحطك في مقارنة، ده في فيلم، ممكن ده ممكن يحطك في مقارنة مع ممثلة في هوليوود، يعني واحدة ما جاتش اصلا. بس الفكرة ان انا علشان برضو احس يعني اهز اللي قدامي او احسس ان هو قليل، انا بحطك في مقارنة مع حد تالت. وممكن يعني ده تكنيك شرير، يعني في احيانا بقى في المانيبيوليشن لما الريفرس سايكولوجي تحصل، يعني لما حد يجي ينصح بانه تمارس شرورك على الشخصيه السامه، ده تكنيك الناس بتنصح بيه، اللي هو ايه، حطه في مقارنه مع حد تاني وما تقولوش ايه انه فلان احسن منك، يعني الموضوع ما يبقاش مباشر، بس مثلا ايه اللي هو ايه، حلو قوي صاحبتك دي، واسكت. صاحبك ده شكله ابن ناس جدا، وتسكت. شاطر قوي فلان اللي في قسم المبيعات، وبنسكت. ليه بقى؟ هو انت مش محتاج تكمل الجملة، لان تاني انت لو حطيت مقارنة مباشرة هتعمل مواجهة، انما لما تعمل المقارنة كده بالنص، انك تقول نص الجملة فقط، هو الشخص بقى في اللاوعي عنده هيكملها، ايه ده، هو انا مش في حلاوة فلانة، ايه ده، هو انا شكلي مش حلو زي علان، ايه ده، هو انا مش شاطر زي فلان اللي في قسم المبيعات. ففكرة الترانجوليشن، ان انا بحطك في مثلث مقارنة مع حد تاني، ده في حد ذاته نوع من انواع التلاعب والمراوغة. رقم ستة هي الايموشنال انفاليديشن، اللي هو انكار مشاعرك عليك. الموضوع ده بقى حوار خصوصا مع الشخصيات النرجسية. ليه بقى؟ تاني، الشخصيات النرجسية ما عندهاش مشاعر، فلما الشخص اللي قدامي، انا يعني ساي انا دلوقتي شخصيه نرجسيه وجرحت اللي قدامي، وانا قصده، انا عارفه انا بعمل ايه، هم مش بتبقى هنا مش حاسين، لا هم حاسين وعارفين ان هم بيستخدموا ايه وبيعملوا ايه، التلاعب والمانيبيليشن بتاعهم ده بتبقى خطط واستراتيجيات. فهيبتدي الشخص اللي قدامي يتجرح او يزعل او يتعصب او يتغاظ او يتهز او يحصل له اي حاجه. يعني الانسان الطبيعي عنده البيز بتاعه عنده 27 شعور مختلف،
مش من حق انسان ابدا ينكر عليك احساسك. انت حاسس انك متغاظ، زعلان، مجروح، ايا كان، مش من حقي انا كشخص اجي اقولك المفروض تحس بايه وما تحسش بايه. شخصية نرجسية مش بتحس اصلا، ما عندهاش اوبشن المشاعر والاحاسيس، فمش بتترجم في مخها ايه اللي بيحصل، فتبتدي تعمل لك ايموشنال انفاليديشن، انا هنكر عليك مشاعرك، فهبتدي احسسك انك ايه ده انت اوفر او ايه الافوره دي، ايه الفيضان الهرمونات اللي نازل علينا دي، ايه الموضوع ما يستدعيش، ايه اللي هو انت مش مفروض تحس باحساسك ده عامه. واحيانا في بعض الاباء والامهات بيعملوها مع الاطفال، في مثلا الطفل لما قدامي يبقى عمال بيصوت ويصرخ وبتاع، هما بيبقوا مشغولين انه يحلوا له المشكله، مش ان هما يسمعوه عايز يقول ايه. اللي هو بيعيط، لا ما تعيطش، هو من حقه انه يعيط، هو بيعيط عشان هو مجروح او زعلان او متغاظ او متعصب او غضبان ايا كان، فهم كل اللي شاغلهم ما تعيطش. لا، هو من حق الطفل، او انا في تعاملي مع الطفل من صغره ان انا بعلمه ان هو اولا يميز شعوره ده ويسمي شعوره، يبقى عارف هو بيقول ايه وعايز يعني شاعر بايه ويعبر عنه، وما يبقاش انشغالي بس ان انا سكته عن عياطه، لا انا عايز اسمعه بيعبر بيقول ايه، لانه في فرق ما بين انه متغاظ غضبان ايا كان، فهو لازم يعبر عن شعوره ويميزه كويس قوي، وما ينفعش انكره عليه. زي ما بالظبط الكبار ما ينفعش حد انا بتعامل معاه يشوف غضبي او عصبيتي ده ان هو تراكمات، ان انا مجنونه، ان انا دي هرمونات، تقلبات مزاجيه، ايا كان. لا، انا دلوقتي حتى لو كانت تراكمات، فتراكمات انت سببها علشان كذا وكذا وكذا، فمش من حق حد ان هو ينكر عليك مشاعرك. في لسه بقية تاكتكس حوالي 7 كمان هنكملهم في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.